للمزيد من التفصيل ينضم إلينا من الخليل السيد أحمد شديد، خبير العلاقات الدولية والخبير والباحث في الشؤون الإسرائيلية. سيد أحمد، أهلا بك معنا في هذه التغطية. لو تحدثنا بداية عن موضوع الخلافات التي تتزايد بين واشنطن وتل أبيب، والتسريبات حول الخلافات التي تتزايد داخل الإدارة الإسرائيلية فيما بينها، خلاف بين رئيس الموساد وممثل الجيش في المفاوضات، الخلافات وصلت إلى حد عدم اعتراف أي طرف من الأطراف بما يقوله أو يمليه الطرف الآخر أثناء المفاوضات حتى. تحياتي لكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. حقيقة في أعقاب أحداث 11 من سبتمبر 2001 طرح سؤال جوهري، هل الأحداث هي كاشفة للنوايا والسلوك الأمريكي أم أنها مسبب له؟ وبنفس الإسقاط فإن الآن السؤال الذي يدور في إسرائيل، هل هذه الخلافات والصراعات داخل المجتمع في إسرائيل وداخل النخب السياسية والحكومة ومكوناتها، هل هي سبب لأحداث 7 من أكتوبر أم أنها أحداث 7 من أكتوبر كشفت عن هذا الفسيفساء الغير متناغم والغير منسجم والمختلف في كل شيء، إن كان دينيا عقائديا بالبعد العلماني، إن كان ذلك على غربية إسرائيل أو من عدمها أو على نظام الملكي الذي الآن يقود إسرائيل ويحكمها وهو شخص بنيامين نتنياهو. وبالتالي مجموعة التساؤلات التي تطرح حاليا في المجتمع الإسرائيلي، وبالمناسبة بمعظمها محقة، إذ أن إسرائيل وفي شهرها السادس تخوض حرب تفشل في تحقيق أي من الأهداف التي رفعت باستثناء الدمار والقتل الذي تمارسه في الضفة الغربية وقطاع غزة وعلى وجه الخصوص طبعا في قطاع غزة، ولكن خلايا الدولة، خلايا الحكومة الأولى، المربع الأول الحكومة، الوزراء، هم الآن يعيشون حالة من التصارع ومن النزاع القوي والقوي جدا. الأمر الذي انعكس على أولا الوفد التفاوضي إن كان ذلك للدوحة أو الذي كان من المفترض أن يتوجه للولايات المتحدة وألغي، أو من خلال التعارض العلاقة مع الولايات المتحدة التي تسوء بشكل كبير، أم الوضع الدولي لإسرائيل الذي بالأمس صدر قرار من محكمة العدل الدولية والذي تلزم إسرائيل فيه بالتحرك. إذن هناك حالة استياء دولية من إسرائيل، إضافة إلى العمليات العسكرية، والآن ونحن نتحدث إليكم جيش الاحتلال يعلن عن خسائر جديدة في قطاع غزة، مقتل جندي وإصابة العشرات. وبالتالي مكونات الحكومة في إسرائيل إضافة إلى مكونات المجتمع هي غير متناغمة غير منسجمة. هل ذلك بسبب أحداث 7 من أكتوبر أم قبل؟ هذا سؤال يطرح باعتقادي بأنه من السابق لأوانه أن نجيب عليه، ولكن بالمحصل النهائي أن هناك حالة من الشحباء والبغضاء داخل الحكومة في إسرائيل. استقالة الوزير جدعون ساعر جاءت لتطلق عنان، يعني لو عدنا إلى موضوع الخلاف الإسرائيلي الأمريكي، سيد أحمد، هذا الخلاف يعني ربما بدأ واضحا أكثر بعد غض الطرف الأمريكي عن قرار مجلس الأمن الذي أقر في الأسبوع أو في الجمعة الماضية، يعني قبل أسبوع، أقل من أسبوع من اليوم. هل هذا الخلاف يعود لذات القرار، للقرار ذاته، أم أن هنالك معطيات سبقت هذا القرار دفعت لاستمرار هذا الخلاف؟ حتى هنالك حديث عن أن أمريكا ربما تقلل أو تعرقل إرسال بعض المساعدات العسكرية إلى إسرائيل في هذه الفترة. نعم، هناك مسألتين في غاية الأهمية. الأولى، الداخل الأمريكي والصوت اليهودي اللي هو فاعل جدا بالانتخابات الأمريكية التي نحن على بعد أشهر من إجرائها. والمسألة الثانية حقيقة أن وضع الولايات المتحدة الأمريكية في العالم أصبح محرجا جدا، وإن لم تكن الولايات المتحدة تأبه بصورتها، ولكن أصبح السلوك الإسرائيلي دوليا يشكل حرجا كبيرا لإسرائيل، خاصة في ظل الدعم اللامحدود الذي قدمته الولايات المتحدة خاصة في الأشهر الأولى للحرب. وبالتالي الآن الإدارة الأمريكية تعي تماما بأن بنيامين نتنياهو الذي أعلن الحرب عليها يريد الصوت الأمريكي أن يذهب إلى ترامب، إلى الحزب الجمهوري، إضافة إلى الوضع الدولي الذي الآن بدأ يضيق ولو قليلا حول الولايات المتحدة ونفوذها وحضورها في المنطقة. لا يمكن الولايات المتحدة أن تتحمل
عبء الجرائم الإسرائيلية في الوقت الذي الإسرائيلي نفسه لا يأبه بهذه المسؤولية ولا يعير اهتماما ولا يضع أي حسابات للإدارة الأمريكية أو للولايات المتحدة الأمريكية. ففي الوقت الذي تشكل فيه الولايات المتحدة غطاء كاملا لإسرائيل يقوم الوزراء وأعضاء الكنيسة خاصة حزب الليكود في إسرائيل بتوجيه الشتائم ومهاجمة الإدارة الأمريكية. وبالتالي وهذا نشر بالمناسبة صباح اليوم وبالتالي فأن الموقف الأمريكي قد إلى حد ما انحيازه ولو كانت بطيئة وقليلة. اليوم أعلن بأنه تم إبلاغ أفغانة وزير الدفاع أن قرار مجلس الأمن لن يكون الأخير ضد إسرائيل وفي المرات القادمة ستضطر الولايات المتحدة إلى التصويت إلى صالح قرارات تدعو إلى وقف إطلاق النار وإلى وقف الحرب. وبالتالي وضع إسرائيل الآن فيما يتعلق طبعا الولايات المتحدة لم يعد كما كان في الأشهر الثلاثة الأولى للحرب وهذا طبعا من فعل السلوك. سيد أحمد لو عدنا إلى موضوع العلاقات الداخلية في التساؤل الأخير، العلاقات الداخلية الإسرائيلية استقالة ساعر قبل يوم من الآن بالإضافة إلى تعميق الخلافات، اليمين المتطرف في داخله هنالك خلافات وكذلك ربما صورة لانهيار لحكومة الائتلاف الأخيرة، كيف تقرأ هذه الحكومة واقعها كيف يمكن وتداعياتها على الحرب على غزة؟ يعني إذا ما قرأنا الصورة بشكل معكوس المجتمع في إسرائيل قبل أن نقرأ الخريطة الحزبية والحكومية والتحالف الحكومي قد نذهب إلى قراءة المجتمع في إسرائيل. حقيقة بأن المجتمع عندما يقال من كل قطر أغنية هناك العديد من الأزمات المتعمقة داخل المجتمع في إسرائيل على قاعدة شرقي وغربي متدين وعلماني ذات أصول عربية، وهناك الكثير من القضايا مثل سكب الدم الأثيوبي عندما أجريت عملية جمع دم تبرع بالدم وتم سكب الدم الأثيوبي بحجة أنه دم غير طاهر ولا يمكن أن يوزع المستشفيات في إسرائيل، مسألة أزمة الأطفال من اليهود من ذوي الأصول اليمنية، كافة هذه الجزء الأجزاء والتفاصيل الآن يتم طرحها على الساحة وعلى طاولة البحث في المجتمع الإسرائيلي وتداولها. طبعا هذا جاء بعد الحديث عن إقرار قانون يلزم المتدينين بالخدمة في الجيش الإسرائيلي، وبالتالي كافة مكونات المجتمع في إسرائيل هي حقيقة متناقضة ولا يمكن أن نطلق عليها مكونا كمجتمع متكامل متجانس أو ذات ثقافة واحدة مكتملة. إذا هناك حكومة تعكس حقيقة واقع المجتمع في إسرائيل، مجتمع غير متناغم وغير منسجم، ولكن بين هذا وذاك يحضر الطمع لدى الوزراء في إسرائيل، وهنا أخص بالذكر الوزير يوف جالنت من حزب الليكود وزير الدفاع إضافة إلى الوزراء جالنتس وآيزنكوت الذين يرون حقيقة في نتنياهو ورقة قد احترقت وانتهى عهدها، وبالتالي المسألة مسألة وقت كي يسيطروا على الحكومة ويستولوا عليها بدلا من بنيامين نتنياهو. من الخليل سيد أحمد شديد خبير العلاقات الدولية والباحث في الشؤون الإسرائيلية، وافر شكري لك ورمضان مبارك عليك إن شاء الله، شكرا جزيلا لك.